عرفت احمد ابراهيم مطبعا للافكار السياسيه الجديده من اجل توسيع رقعه الديمقراطيه والتعدديه وتوسيع فضاء الحريه الذي ادى في نهايه المطاف الى وضع حد لنظام الاستبداد. عرفت احمد ابراهيم المحب للشعر والادب والمسرح والمتطلع الى العلوم الحديثه والى كل جديد في عالم الابداع. عرفته كذلك متشبعا بالقيم الإسلامية النيرة المتخلصة من شوائب التعصب والتحجر والانغلاق، متطلعا إلى أثمى القيم الإنسانية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل حتى تتكرس على أرض الواقع الملموس في مجتمع ما زال يبحث عن طريقه إلى الأمن والسلم والاستقرار. لقد اختار أحمد إبراهيم أن يبني التزامه السياسي على جملة من المبادئ والقيم التي بقي وفيا لها إلى آخر رمق من حياته، وجعل منها جزءا لا يتجزأ من الممارسة السياسية اليومية، كلفه ذلك ما كلفه. فالصدق في القول والعمل ليس دائما من شيم السياسيين، والصدق اغتراب كما قال درويش. فلماذا كنت مغتربا أحيانا إلى هذا الحد يا أحمد؟ فلأنك كنت على يقين من أن ذلك هو السبيل الوحيد لتسهم بقسط في إنقاذ البلاد من الرداءة والفساد والسير بها قدما نحو تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. فكما الشاعر توفيق زياد الذي أحببته وأحببناه، كما أحبته الجماهير الفلسطينية والعربية وكذلك جماهير التقدمية في العالم، لقد أعطيت فعلا نصف حياتك في سبيل أن تجعل طفلا باكيا يضحك. النصف الآخر لتحمي زهرة خضراء أن تهلك. كنت تصارع الموت وتتفاعل معها وتحاورها بشجاعة وأريحية ورباطة جأش، وكأنها جزء من حياتك آتية لا محالة. ولأنك آمنت كما آمن محمود درويش بأن لا يكون الفلسطيني فلسطينيا إلا في حضرة الموت، فقد أصررت يا أحمد على أن تكرس ما تبقى من حياتك لنصرة أهلنا في فلسطين المحتلة من أجل الحق ومن أجل شعب فلسطين وأرض فلسطين وأطفال فلسطين ونسائها ورجالها الصامدين في وجه الظلم والقهر والطغيان في مقاومة شرسة لآخر نظام استعماري عنصري بعد إسقاط نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا. فكنت رفيق العزيز من أشد المتحمسين لإحياء ذكرى 40 ليوم الأرض ولبعث جمعية تونس فلسطين لإعطاء وقوفنا الدائم إلى جانب أهالينا مزيدا من النجاعة والتواصل والمتابعة. وكأني بك اليوم رفيق العزيز تنطق بهذه الكلمات المؤثرة لشاعر المقاومة سميح القاسم بعد انتحار القحط في صوتي، شيء روائعه بلا حد، شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد، لا بد أن يأتي فلقد بلغناها، بلغنا قمة الموت. وداعا أيها الرفيق العزيز، ولآخر نبذ من عروقنا سنقاوم ونقاوم ونقاوم، وسنصون العشب الأخضر الذي رعيته فينا. تغمدك الرفيق الأعلى لواسع رحمته وأسكنك فراديس جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. اليوم يفارقنا سيدي أحمد إبراهيم ابن الاتحاد العام التونسي للشغل وابن الحركة الديمقراطية التقدمية الذي تقلد المسؤوليات النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن قطاع التعليم الثانوي وضمن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي في الثمانينات، وكان دوما في الصفوف الأمامية دفاعا عن استقلالية الموقف النقابي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اليوم نفتقد أحمد إبراهيم الحريص دوما على التوافق على مصلحة تونس قبل كل شيء. كان حريصا على البناء الديمقراطي لتونس، فانضم في الستينات إلى الحزب الشيوعي التونسي المحذور آنذاك، وانتخب كعضو في لجنته المركزية سنة 1981، وكان يعلم أن انسداد الأفق السياسي في تونس يتطلب نفسا ديمقراطيا جديدا، فكان من ضمن المؤسسين سنة 1993 لحركة التجديد، وانتخب أمينا عاما مساعدا للحركة، وعام 2007 أمينا أولا، وفتح صحيفة الطريق الجديد للأقلام النيرة وللقضايا الحارقة والمحظورة، وفي سنة 2009 وفي تحد صريح للسلطة آنذاك أعلن عن تأسيس المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم، وكان أحمد إبراهيم أحد قيادتها مع رفاقه في الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وترشح الأخ أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية لإعلان المنافسة وأن تونس أخرى ممكنة رغم التضييقات والهرسلة، وتحدى أحمد إبراهيم الرئيس المخلوع، وكانت رسالة للعالم بأسره بأن الأمل ممكن في تونس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كنت يا أحمد إبراهيم عنوان التوافق والهدوء والحكمة، وكنت محبوبا لدى خصومك قبل رفاقك، فاتخذت فور توليك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الثورة قرارا تاريخيا أنصف الحركة الطلابية برمتها. قررت إنهاء الأمن الجامعي وأعدت الجامعة إلى أصحابها، كما اتخذت قرار تعميم الانتخابات على عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، فعممت النفس الديمقراطية في الجامعة وكرست شعار جامعة شعبية تعليم ديمقراطي، وحققت آمال وأحلام أجيال وأجيال. كنت دوما قريبا للاتحاد ومواقفه، ملتصقا بهموم النقابيين، تنطق باسمهم، تهرع مسرعا إلى بطحة محمد علي الحامي كلما حاول البعض المس بالمنظمة. كنت حريصا على إنجاح المحطات السياسية التي خاضها الاتحاد. دافعت في المجلس التأسيسي عن دستور ديمقراطي اجتماعي تعددي. سارعت ونجحت فحققت الإجماع حولك في الاحترام وتقدير خصومك لرفعة أخلاقك وسعة صدرك وصدقك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كنت يا سي أحمد من الذين أسسوا الحوار الوطني، وبالرغم من وضعك الصحي في تلك الفترة ودعمت مبادرات الاتحاد ودفعت عنها دون حسابات. كيف نوفيك قدر حقك وأنت الذي قدمت الكثير لهذا الوطن؟ كنت رجلا شرسا في الدفاع عن تونس، صديق الجميع، طيب المعشر، رمزا للتواضع والأخلاق والمبادئ. رحمك الله وأنت تغادر دنياك، سيبقى أثرك العلمي والنقابي والسياسي طريقنا لمواصلة طريق النضال ولصون الأمانة. فالله أكبر، الله أكبر، وإنا إليه راجعون.
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باسم زملائي رؤساء الجامعات التونسية، باسم زملائي مديري وعمداء المؤسسات الجامعية التونسية، باسم كافة أسرة التعليم العالي، أتقدم بنعي صديقي وزميلي أحمد إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، إن لله وإن إليه لراجعون. نودع اليوم أخا وصديقا وزوجا وأبا عزيزا علينا، نودعه بقلوب خاشعة لا تقدر الكلمات على حملها. نودع اليوم أحد أبناء تونس الأبرار، نودع اليوم أحد رجالات تونس الخلص، نودع اليوم المغفور له المناضل المواطن أحمد إبراهيم، نودع اليوم الأستاذ والنقابي والسياسي، نودع اليوم الأستاذ الجامعي الذي درس وأثر وتحمل المسؤوليات في المجالس العلمية، والذي جعل من الجامعة مجال لكل الباحثين، وتخرج على يديه العشرات من حاملي الأستاذية والماجستير والدكتوراه. نودع اليوم النقابي الذي دفعه التزامه المبكر بالمشاركة الإيجابية في محيطه إلى النضال في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، ثم في النقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي ونقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحمل المسؤوليات ضمن مكتبها الوطني. نودع اليوم الرجل الذي رأى أن اكتمال مواطنته بل اكتمال إنسانيته لا يتم إلا بالمشاركة في حياة بلاده السياسية على ما فيها من سعاد، بل على ما فيها من مخاطر، إذ لم يكن الانتماء انتهازا للفرص واستفادة من المناصب، وما تستجلبه السلطة من منافع كان الانتماء انتماء للمعارة عن رؤية وروية ومبادئ، وكان القصد الترقي بالوطن إلى مراتب أسمى. وفعلا كان المرحوم أحمد إبراهيم من ذلك النجري، فقد انتمى إلى حزب المعارض هو الحزب الشيوعي منذ أواسط الستينيات أيام كان حزبا محظورا، وصار عضوا في لجنته المركزية سنة 81 وفي مكتبه السياسي 87، وتولى إدارة لسان حال الحزب جريدة التاريخ الجديد الأسبوعية في الثمانيات وبداية التسعينيات، ثم كان من أبرز المشاركين في تأسيس حركة التجديد سنة 93، وفي 2001 انتخب أمينا عاما مساعدا للحركة، وفي مؤتمر الحركة الثاني وقام فيه بدور هام انتخب أمينا عاما أول الحركة، وفي صائبة 2008 ساهم مساهمة هامة في تأسيس المبادرة من أجل الديمقراطية والتقدم. في سنة 2009 أعلنت المبادرة عن خوضها الانتخابات الرئاسية الموالية بصفة موحدة، ولا أعلنت عن خيارها المرحوم أحمد إبراهيم حاملا رايتها وحامل رايات الديمقراطية. وبعد ثورة مباشرة تولى أحمد إبراهيم منصب وزير التعليم العالي في حكومة محمد غنوش الأولى والثانية، ثم عند استقالة الحكومة والإعلان عن دعوة المواطنين في انتخابات المجلس التأسيسي، انصرف أحمد إبراهيم كغيره من السياسيين في التحضير للانتخابات، حيث ترشح عن تحالف القطب الديمقراطي الحداثي وفاز بمقعد بدائري تونس 2، وقد أدى دوره في المجلس التأسيسي على الوجه المناسب، وكان من القوى الإيجابية التي تحقق بفضلها صياغة دستور تونسي جديد يليق بجمهورية ثانية. وبعد الانتخابات ولما انفك عقد هذا التحالف، انصرف أحمد إبراهيم وزملائه على غرار سمير بالطيب والفاضل موسى إلى تأسيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي ينشط إلى اليوم. هذا هو فقيدنا اليوم، 7 عقود من الحياة الحية، 7 عقود من صقل الذاتي بالسعي الدائم إلى المعرفة والترقي بالذات إلى مراتب الإنسانية. هذا هو فقيدنا اليوم، 5 عقود من النشاط والعطاء والإفادة
والعمل لصالح وطنه وأبناء وطنه. هذا هو فقيدنا اليوم، رجل عاش لفكره ولمبادئ الاجتماعية التقدمية، رجل حقق ذاته وأعتى لوجوده معنا. هذا هو فقيدنا اليوم، رجل لم يضع الأمر في شؤونه الخاصة وفي لهوه ومتعة ذاتية أنانية. هذا هو فقيدنا اليوم، رجل استنزف أنفاسه في خدمة وطنه وأبناء جلدته. هذا هو فقيدنا اليوم، رجل سخر كل حياته من أجل الحرية وما تحمله هذه الكلمة من دلالات ومن معاني ومقاصد ومآسي وترقبات وأماني. الحرية ضد الاستبداد، والحرية ضد الظلم، والحرية ضد الفقر، والحرية ضد اللامساواة، والحرية من أجل كرامة التونسي والتونسية. هذا هو فقيدنا الذي أضاف للبعد السياسي وللنضال السياسي بعدا أخلاقيا، حتى تكون كلمة السياسة مرادفة لمعناها الأصلي، السلم، سلم الحياة الكريمة، سلم الحقوق والحريات، سلم المقصد والفعل، سلم الالتزام والنضال. فليس الموت حينئذ بفاجعة، لا، ليس الموت بفاجعة لمن قضى 7 عقود مثمرة، هي 7 سنبلات مثقلات بحبات من القمح التونسي الذهبي الصلب. ليس موت أحمد إبراهيم بفاجعة، بل موته وأن حس فينا حق، هو حقه، هو حق كل هذا الكادح في أن يستريح بعد أن غرس أفكارا وأحلاما وأينعت في عقول شابة ستجعله يستمر حيا بيننا. ليس موت أحمد إبراهيم بفاجعة ولا قطيعة بينه وبين الحياة، وليس له أن يكون الأمر موكول للأحياء، فلنحول موتانا ممن خدموا الوطن بأي شكل كان رموزا خالدة لتتعلق همة الناشئة بمثائرهم فتحظو حلوهم، وبذلك تستمر حياة الأمة صعودا وأملا ورخاء وعناء، تستمر كذلك بفضل أحيائها ممن هم في مقابرها، وأحيائها ممن هم في مدنها وأريافها. فكم في الدنيا من حي هو ميت ومن ميت هو حي. وأحمد إبراهيم بفضل ما فعل بعمره، بفضل حبه للحياة وحبه للناس، بفضل عطائه وتضحياته من الطراز الثاني، حي في الدارين. هكذا كانت شمعته تضيء وجوده ووجودنا. ولأن تأمل الإنسان الحر ليس تأمل الموت، بل تأمل الحياة، حياة وسيرتك يا فقيدنا العزيز هي مثل ستار المسرح يفتح ويغلق على هشاشة الدنيا، على هشاشة أشياء الدنيا. وإذا أغلق اليوم على جسدك الطاهر البريء فهو لم يغلق على روحك الخالدة. وليس لنا ونحن وقوف على وداعك اليوم إلا أن نقول سلاما على روحك يا أحمد الحي، في قبرك سلام، وداعا يا أحمد، وداعا لماضيك، فماضيك هو مستقبلنا. سلام عليك، سلام على طلبك الزكي، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليليا سيرين ميا، السيد رئيس المجلس الأخ حسين العباسي، الأخ حميد بن عزيزة سعادة سفير فلسطين، أيها الحضور الكريم، رحل عنا المناظر الكبير الأستاذ أحمد إبراهيم أو سيد أحمد كما نسميه، تاركا في قلب كل مناضلات ومناضلي المسار حرقة كبيرة لن تنطفئ. كان سيد أحمد شيوعيا، نقابيا، تجديديا، مساريا، يساريا، تونسيا، وطنيا، عربيا، متوسطيا، كوني التفكير. هو أحمد عكاري معتز بمسقط رأسه جرزيز، متأصل في أرض تونس، متزجر في وطنه،
تكبد طول حياته الأتعاب والمشاق الجمة من أجل تونس ومن أجل قضايا العدل وتحقيق الكرامة لجميع التونسيات والتونسيين. ناضل في صوف الحركة الطلابية وشارك في مؤتمر قرب، لن أعيد هذا الكلام قيل من قبلي. وناضل في صوف اتحاد عام تونسي للشغل في قطاع التعليم الثانوي والعالي، وهذا قاله الأخ حسين العباس لن أعيده. انخرط منذ شبابه في الحزب الشيوعي التونسي وخاض معه تجربة سرية إلى حين عودة الحزب إلى النشاط القانوني سنة 81، فتقلد به مناصب قيادية وشارك في تطوير الحزب الشيوعي لحركة التجديد سنة 93، وأصبح عضوا في مكتبها السياسي إلى أن انتخبه رفاقه أمينا أول في المؤتمر التوحيدي سنة 2007. ومنذ ذلك التاريخ خاض سيد أحمد مع رفاقه معارك مستمرة تكاد تكون يومية ضد الاستبداد والفساد. وترشح سنة 2009 لمنافسة بن علي مرشح السلطة، كما قال، منافسة الند للند، كما أعلنها بصوت عالي ودون تردد. ممن جر عنه أتعاب وملاحقات لا نهاية له ولحزبه ولصاحبة الطريق الجديدة التي كان يديرها. كيف لا؟ وقد وضع سيد أحمد الإصبع على الآفات التي كانت تنخر البلاد، بدءا بتصاعد الاستبداد ومصادرة الحريات وصولا إلى استفحال الفساد وانتشار مصالح العائلات القريبة من القصر والمنتشرة في شرائين الدولة. قبل ذلك وبالتحديد سنة 2008 تحمس سيد أحمد لانتفاضة الحوض المنجمي واعتبرها تنذر بنهاية نظام بن علي، فسخر إمكانيات الحزب المادية والمعنوية وجند نفسه ومناضل حزبه وصحيفته ومقراته لنصرة هذه الانتفاضة، مقتربا كثيرا من أبطال الحوض المنجمي وعائلاتهم، وفي مقدمتهم المناضلين عدنان الحاجي وبشير العبيدي ورفاقهما، موفرا لهذه المعركة الدعم اللامشروط والمساعدة النشطة. ثم حلت الثورة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. هو إبراهيم مثل إبراهيم الخليل أبو الأديان وأبو الأنبياء وموحد الأديان. فكان أحمد إبراهيم عنصرا موحدا في جميع أقواله وأفعاله، يؤمن بضرورة توحد القوى والفصائل المدنية والاجتماعية والتقدمية والحداثية، وحرص باستمرار على أن يخوض هو ورفاقه جميع المعارك ضد الاستبداد في أطر توحيدية. فقد نشط كثيرا سنة 2004 في إطار المبادرة الديمقراطية التي ضمت عددا من الأحزاب الديمقراطية والمناضلين المستقلين التقدمين، ورشحت أستاذ محمد الحلواني لمنافسة مرشح السلطة وشعارها الديمقراطية الآن وليس غدا. ثم رشحته للرئاسية سنة 2009 المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم. ثم أسس بعد ذلك والتحق بمعايير أطراف سياسية أخرى في سنة 2010 تحالف المواطنة والمساواة. كان أحمد إبراهيم يؤمن بالدور التاريخي لليسار، وكان حريصا على أن يلعب فيه التجديد ثم فيما بعد المسار دورا فاعلا. إنه صاحب المقولة الشهيرة: إن بعد العسر يسارا. ويسار سيد أحمد إبراهيم ويسار جدي مسؤول مؤمن بقضايا الشعب ودافع على مكاسب الدولة الوطنية، داعم لمكانة المرأة، مؤمن بدور الشباب في الحاضر والمستقبل. وتسليما لهذا التمشي ترشح أحمد إبراهيم وسائر أعضاء حركة التجديد لانتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 في إطار ائتلاف القطب الديمقراطي الحداثي، وانتخبه المواطنون، فساهم مساهمة متميزة في صياغة الدستور وخاض معارك فكرية وسياسية مشهودة من أجل تبني دستور الجمهورية الثانية للمنظومة الكونية للحقوق والحريات. كما اعتبر سيد أحمد
إبراهيم أن على النواب أن يساهموا في المجهود الوطني للنهوض بالفئات والجهات المحرومة، وطالب بعد مرور سنة أن يخفض النواب من منحتهم بالثلث، ولكن لم تستجب أغلبية أعضاء المجلس، بل طغت عليهم الرغبة في الترفيع في المنحة. فما كان من سيد أحمد ودون أن يعلم أحدا بذلك إلا أن يطبق مقترحه على نفسه، فتنازل عن منحته كنائب واكتفى بمنحته كجامعي متقاعد. هذا هو سيد أحمد إبراهيم الذي غلب إلى آخر رمق في حياته المصلحة العامة على مصلحته الخاصة وعلى المصلحة الحزبية، وقد ربط القول بالفعل، وقد ساهم سيد أحمد إبراهيم في اعتصام الرحيل وفي تأسيس جبهة الإنقاذ رغم بدء تعكر حالته الصحية آنذاك. سيد أحمد إبراهيم المناضل كان يعمل بصمت، فالسياسة والشأن العام بالنسبة إليه تعني البذل والعطاء ونكرام الذات. ولعله فارقنا عندما شعر أن عصر الرداءة الذي أصبح يغلب أشباه زعامات ليس عصره، وحب البروز ليس له، إذ كان حبه لوطنه ولشعبه، فأصبح في غربة وفي زمن ليس زمنه. سيد أحمد إبراهيم المناضل كما عرفته دوما هو حكيم في عصر تضاءلت فيه الحكمة، وكان يعشق حكيما آخر هو حكيم الثورة الفلسطينية الشهيد جورج حبش، ويكن تقديرا كبيرا لعرفات وحرتمة والبرغوثي ومحمد بركة والفهوم وأبطال الشعب الفلسطيني. كان سيد أحمد إبراهيم المناضل الحكيم عاشقا حتى الجنون لفلسطين ولشعب فلسطين في الخارج وفي الداخل، وكان يتابع عن كثب نضال فلسطيني 48 كما كان يقول، ويرى أن تجربتهم السياسية ومقاومة آخر أنظمة الفاشية والأبرتايد تجربة رائدة في التعاطي مع الأوضاع بالتحول من البراغماتية إلى العمل الشعبي وبالعودة من التصعيد إلى التهدئة. كان دائما الاتصال برفيقي وصديقي محمد بركة، وقد دعاه لحضور احتفالات حزب المسار بالذكرى 60 يوم الأرض. وهنا أقول على مسؤوليتي أن أحمد إبراهيم المناضل الحكيم اختار موته في آخر ظهور عمومي له، اختار أن يسخر آخر ما تركه للمرض في إنجاح تظاهرات يوم الأرض وفي إعادة القضية الفلسطينية إلى اهتمامات الشارع التونسي. رحمك الله رفيقي أحمد إبراهيم، رحمك الله، أنت المناضل، سنواصل على دربك النضال من أجل إعلاء مكان تونس، تونس الثورة بين الأمم. رحمك الله رفيقي ورفيق كل التونسيين أحمد إبراهيم المناضل والحكيم في عصر تبخرت فيه الحكمة. أعاهدك ونعاهدك ويعاهدك رفاقك في المسار وفي اليسار على المضي وعلى الحرص دوما على تغليب العقل والرؤية الثاقبة على العاطفة المتشنجة والتوجهات الإنزلائية. رحمك الله رفيق إبراهيم، وسأتجرأ هذه المرة على مخالفتك الرأي بعد موتك. أنت زعيمنا، ولكنك كنت لا تؤمن بالزعامة، وكنت تقول ساخرا زعيم من زعم يزعم. سنلتقي في كل مرة نسير فيها على دربك. أنت الأكاديمي اللامع، أنت السياسي الحكيم، خضر مرابعنا، زرق سناجقنا، بيض أيادينا، بيض أيادينا، بيض أيادينا. إنا لله وإنا إليه راجعون.